بنرحب بحضراتكم في الفقرة الأولى، وهنتكلم عن الجولف كروكي واللي مصر بتشارك كمان في بطولاتها الدولية بشكل بصراحة مميز جدا نقدر نقول. على كل حال هنتكلم مع اثنين من أبطال اللعبة يعني، وعن بطولاتهم أكيد واستعداداتهم للبطولة اللي جاية. خلينا نرحب بكابتن صلاح الدين محمد، وصلاح الدين بطل العالم ومدرب الجولف كروكي، صباح الهنا. ومحمد كارم بطل مصر والعالم في الجولف كروكي، بونجور، صباح الهنا. صباح الخير. صباح الخير يا كابتن صلاح. صباح الخير يا كابتن محمد. نتمنى لكم التوفيق وتكون فقره مميزه. جماهيرنا وكل اللي يعني مهتمين بلعبه الجولف كروكيه يستفيدوا من دي الفقره ان شاء الله باذن الله. كابتن صلاح، انت بطل العالم 3 مرات، 97 و2000 و2014 بالظبط. كلمنا عن الثلاث بطولات كواليسهم، اصعب المحطات اللي مرت عليك في الثلاث بطولات دي. هو انا من حسن حظي ان الثلاث بطولات العالميين دول كانوا في مصر الثلاثه. كويس. والصراحه في 97 وفي 2000 احنا كان لينا رياده مميزه جدا، وكان الجولف كروكي هو الكروكي، في جولف كروكي وفي اسوسيشن. فالجولف كروكي احنا بنلعبه في مصر، وكان بره اقل شويه، مش معروف قوي، لكن هو كرياضه هو مسلي اكتر من اسوسيشن، لان في تبادل ضربات، يعني انا بلعب والخصم بيلعب، انما في الاسوسيشن لا، هو بيلعب وبعدين لما بيقع انا بنزل. فالاجانب بره في امريكا وفي انجلترا وفي بقيه الدول لما لقونا بنتميز في هذا المجال ابتدوا يشغلوا الجولف كروكي عندهم، ويبقى عندهم اهم يمكن من الاسوسيشن دلوقتي. فكان 97 و2000 احنا كان عندنا رياده خاصه جدا، بس هم بقى لقطوا الموضوع وابتدوا يشتغلوا على نفسهم، وابتدت المنافسه تبقى يعني منافسه متوازنه ما بيننا وما بينهم. بس حضرتك ابتديت عندك كام سنه؟ ويعني خلينا برضو نعرف الباك جراوند شويه. والله انا ابتديت كروكيه من 42 سنه. اوكي. كان وقتها عندي 17 سنه. وأول بطولة عالم كانت 97، كان وقتها عندي 33 سنة. وكنت مبتدي في نادي الصيد، واستمريت في نادي الصيد سنوات طويلة، وكنت مقرر لجنة في نادي الصيد، وبعدين انتقلت بعد كده لنادي زهور. عايز أتكلم على الكروكيه. إحنا طول عمرنا في مصر نفسنا جدا إن النادي الأهلي يخش يبقى عنده كروكيه، يعني ده أمل وطموح كبير جدا عندنا، لأن كلنا عارفين قد ايه النادي الاهلي نادي فيه نظام وفيه سيستم محترم جدا، فاكيد هيضيف للعبه جامد. هي يمكن لعبه يعني شهيده شويه ومش منتشره جدا، لكن النادي الاهلي اكيد لو تبنى الموضوع اكيد هيبقى عندنا فرصه كويسه جدا ان اللعبه تنتشر اكتر من كده. بس هي كانت زمان في الافلام انا فاكره، وتحديدا نادي الصيد كان شهير جدا بيها، كانوا دايما يجيبوها في الافلام ان هم ممثلين بيتكلموا وبيلعبوا كروكي. انا أيوه. فاكره اللقطات دي كانت في نادي الصيد. أيوه. كمان أيوه. فيعني ربما هي مش شهيره قوي عشان ما اخدتش الاهتمام الاعلامي، لكن اعتقد دلوقتي بالنتائج اللي احنا بنتكلم فيها لا، يعني ممكن نقول في طفره حصلت برده مؤخرا. فخلينا برده نعرف تفاصيل ده، بس نتعرف برده كابتن محمد اكتر عنك، وابتديت امتى تحديدا لعبه الكروكيه تحديدا؟ هو انا ابتديت لعبه الكروكيه سنه 2010 تقريبا. كنت بدات برضو في نادي الصيد، قعدت حوالي 5 سنين في نادي الصيد، حققت معاهم 3 دوري و2 كاس مصر، وبعد كده انتقلت لنادي الزهور، برضو حققت مع نادي الزهور 4 دوري و2 كاس مصر وكاس فردي للاتحاد وبس. ولعبت بطولات عالم كتير، لعبت بتاع 5 بطولات عالم. يعني السن كبير، مش كبير قوي بس يعني ابتديته مش في سن صغير. هو ابتدى دلوقتي يبقى فيه اهتمام بالشباب اكتر. اللعبه ابتدى يبقى فيها شباب اكتر في مصر وعامه في الدول كلها. الاول كانت الدنيا طريقه اللعب مختلفه تماما زمان، كان السن كله كبير في السن، فوق 25 على الاقل يعني، لا فوق 30 كمان تمام. او اكتر. وبس دلوقتي لا، يعني دلوقتي بقى فيه بيبتدوا اللعب من 12 سنه لحد بقى، يعني هي مفتوحة، يعني ممكن ناس فوق 60 كمان تلعب اللعبة دي. بس طبعا بتوصل لحتة التنافس والكلام ده بيبقى السن بيبقى أصغر شوية. أوكي. فطريقة اللعب وطريقة الناس بقت تاخد طريقة اللعب بشكل مختلف. بقى فيه اهتمام بالناحية النفسية، اهتمام بالفتنس، اهتمام الكلام ده كله ما كانش موجود زمان. بس هو ده اللي وانا بدايتي كانت في نادي الصيد، وانتقلت لنادي الزهور دلوقتي. حلو جدا. كابتن صلاح، النقله دي حصلت ازاي؟ يعني التحول من اللاعب لمجال التدريب، ازاي حصلت النقله دي مع حضرتك؟ والله حضرتك بعد ما بتحقق 3 بطولات عالم
وده غير البطولات اللي في مصر يعني بطولات الجمهورية وكده ودوري وكاس والكلام ده. ومع التعرض بقى لأن أنا سافرت بطولات عالم كتير جدا وسافرت بطولات دولية كتير جدا، فالموضوع بالنسبة لي بيبقى الشغف بيبتدي يبقى أنك تطلع حد جديد، الشغف أنك أنت تلاقي حد بيلعب وفكره إلى حد ما أنت كان ليك تأثير. أنا من أنصار جدا أن كل لاعب له شخصيته، أنا بحاول بس أعمله شوية تعديلات بسيطة لكن ما أقدرش أغير له شخصيته بحيث أنها تبقى شخصية صلاح حسن، ما ينفعش. فهو ده التحدي، أنك تطلع جيل جديد علشان خاطر تنافس بيه بره، لأن دلوقتي الفريق النيوزيلندي هتلاقي متوسط أعماره عشرينات مثلا، الأمريكان دلوقتي يعني بطل العالم النهاردة عنده حاجة 20 سنة، بطل العالم الأمريكاني اللي قبل كده كان حوالي 42 سنة، فالأعمار عمالة بتنزل. وده كان من دواعي أن الاتحاد المصري الكروكي دلوقتي بيبتدي يوجه النوادي أن لازم يبقى فيه مباريات فيها ناس أقل من 21 سنة اعتبارا من 12 سنة، وده دفع النوادي أن هي تضغط على نفسها علشان خاطر تطلع نشئ جديد علشان دلوقتي نقدر ننافس ونفضل محافظين على الريادة بتاعتنا بره. طب هو ليه أصلا الرياضة دي من الرياضات اللي بتعتمد على السن شوية المتوسط مش هنقول الكبير؟ يعني هل هي لأن مش رياضة فيها يعني تفاعل جسدي كتير، التركيز أو اللعبة بتعتمد أكتر على التركيز الذهني، الحسابات مش الجهد البدني، فالأطفال أو الصغيرين في السن بيبقوا بالعكس عايزين رياضة فيها يعني الاعتماد على القوة البدنية أكتر، هل ده السبب أن الرياضة دي فيها سن أكبر؟ هي الفكرة كلها حضرتك أن النهاردة الشباب الصغيرين خالص أو الأطفال بيدخلوا في الرياضات اللي فيها عدد، بيبقوا علشان الرياضة تديلهم كمان إزاي يتعامل مع زميله، انما الكروكيه هي لعبه فرديه مفيهاش قوه بدنيه قوي برضو يعني، لا هي محتاجه فتنس لكن مش محتاجه قوه بدنيه جامده. فالنهارده طول العمر كان الناس بتحاول تودي ولادها سباحه، طايره، فولي، جمباز. دلوقتي احنا بقى بنعتمد على اعضاء اسره الكروكيه ان احنا نخلي ولادهم يبتدوا يدخلوا واصحاب ولادهم يبتدوا يدخلوا. فهو زي ما حضرتك عارفة كل حاجة بتتطور مع الوقت، فهو ابتدينا نطلع مع الوقت ان احنا بننزل السن علشان يبقوا عندهم القدرة على المنافسة لما يوصلوا سن 17 18 30 32. حلو جدا. كابتن محمد، استعداداتك الفترة دي ايه؟ ايه البطولات اللي عندك الفترة اللي جاية؟ وهل بتفكر تكرر تجربة الكابتن صلاح وتخش مجال التدريب ولا يبقى في اتجاه تاني؟ تمام. هو انا لسه كنت لعب بطولة من اسبوعين في اسبانيا اسمها كامينو دي سانتياغو، دي كانت في إشبيلية، انا خدت المركز الاول، وهي بطولة يعني بمثابة بطولة عالم، هي 64 لعيب بين كل انحاء الدول، زي التشيك، برتغال، اسبانيا، نيوزيلندا، انجلترا، تقريبا كل البلاد بتلعب في البطولة دي. عملت فيها مجهود كويس جدا، وده التروفي اللي انا كنت اخدته اللي في الصورة ده. بس الاستعدادات بقى اللي هي بتبقى قبل البطولة دي بتبقى ان انت بتحاول ان انت بتجهز نفسك فيتنس، انت ممكن تقعد تلعب مثلا في يوم مش اقل من 6 ساعات متواصل. بدني، بتحاول تركز في النيوتريشن بتاعك كأكل، الحتة المنتل النفسية اللي انت ساعات بتقع نفسيا في الماتشات في وسط الجيم، فازاي ان انت تريكوفر وازاي ان انت تحاول تحسن من ادائك في وسط الجيم. دلوقتي احنا ابتدينا السيزون بتاعنا بقى في مصر كدوري وكاس وكاس اتحاد والحاجات دي، وفي بقى بطولات اللي هي بطولات الجمهوريه، بطولات تصنيف اللاعبين، وان شاء الله السنه الجايه في بطوله العالم، دي هتبقى في امريكا في فلوريدا، دي ان شاء الله انا هبتدي لها تجهيزات ان شاء الله يعني المفروض من دلوقتي. برضو نفس الكلام، هركز على الفيتنس وهركز على النيوتريشن بتاعي وهركز على الحته المنتل المهمه جدا في اللعبه بتاعتنا، الحته المنتل. وحته بقى التدريب دي انا اوريدي فعلا كان جالي انفيتيشن شهر 8 اللي فات في ايرلندا، الفريق الايرلندي بعت لي انفيتيشن ورحت فعلا وعملت كوتشنج هناك، ولان احنا بنمتاز بحته التاكتكس عندنا والاستراتيجي بتاعت اللعب في مصر مختلفه عن بقيه الدول، وبس فانا رحت فعلا 12 يوم، حوالي 12 يوم عملت لهم كوتشنج هناك والدنيا كانت لطيفه. وفي دماغي طبعا انا اعمل الموضوع ده، بس في الاوقات اللي انا ببقى ما فيهاش عندي حاجه مهمه فيها كبطوله او حاجه عشان اقدر اركز على نفسي،
بس هو ده. طيب هو الجوائز بتبقى ايه يعني غير تروفي او غيره؟ هل في جوائز ماديه مثلا ولا؟ على حسب البطوله يعني. بطوله كامينو سانتياغو دي من اقوى البطولات دلوقتي اللي بتتعمل، هي بقى لها عمرها تقريبا 3 سنين. كان اول بطوله، اول نسخه كانت تقريبا اللي خدها كان واحد اسباني. النسختين اللي بعد كده الحمد لله ربنا وفقني وانا خدت النسختين دولت. بيبقى فيها جوائز ماديه وبيبقى فيها تروفيز، وهم بيعملوا كل شويه زي بقى كل يوم بيعملوا مثلا عشان كنوع من انواع السياحه، بيعملوا لك كل يوم مثلا في مكان في الحته دي دينر مثلا، كوكتيل مش عارف ايه كده، بحيث ان انت يبقى الموضوع بالنسبه لك سياحه وفي نفس الوقت بتبسطي بالبطوله اللي انت بتلعبيها. يعني جواز ماديه ما تقولناش طبعا يعني، مش لو مش عايز لا 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 عادي. بس تقريبا توصل لارقام كويسه يعني، يعني توتال جوائز للعيبه كلها حوالي 15000 يورو تقريبا. خلي بالك مش اعلى حاجه برضه، ان هو انت ابتدت تفكر ان هي تمارس اللعبه. بس هي يلا بينا نادي السيد قدام بيتي، هعدي الشارع بس. بس احنا يعني انا عشان كده يعني وانا صغيره بروح النادي، فانا بشوف الكروكيه النادي السيد من اشهر الانديه واقدمها تقريبا في رياضه الكروكيه. بس فعلا كنت بشوف كبار سن رجال وسيدات هم اللي بيلعبوا، عمري ما شفت حد سننا او اصغر بيلعب. عشان كده كنت او الموضوع لفت نظري. بس هل كمان نقدر نقول ان الكروكيه من الالعاب الاليت يعني، مش اي حد بيلعبها زي الجولف؟ هي طبعا لعبة إليت وكل حاجة، بس برضو مؤخرا ابتدى يدخل فيها كذا كاتيجوري، لأن برضو زي ما أقولك إحنا الموضوع بقى تنافسي أكتر، وبقت تعتبر مش رياضة اجتماعية، بقت رياضة تنافسية أكتر. فبقت كل النوادي بتحاول إن هي تطلع لعيبة وتطلع ناس بحيث انها تنافس وتاخد بطولات. حل. زي ما انت فاهمه العادي بتاع السيدات عاملين الرياضة. شغل ولا ايه؟ طبعا عندنا بطلة العالم سهى مصطفى ولسه البطولة العالم اللي فاتت خدنا مراكز ثالث رابع خامس تقريبا. بس فلا تمام عاملين شغل كويس قوي. طبعا نادي الصيد ونادي التوفيقية من اشهر الاندية في هذه اللعبة. كابتن صلاح، عايز اروح لحضرتك بقى نقطة مهمة، لاني خلاص اعتقد ان الفكرة ابتدت تشتغل مع نهوان. عايزين نعرف قوانين اللعبة، ازاي بيتم احتساب النقاط؟ اللعبة دخلت مصر امتى؟ طيب اللعبة دخلت مصر بصورة ممارسة عن طريق الإنجليز. وكانت أول النوادي كان نادي الحوامدية ونادي سبورتينج في اسكندرية، وبعد كده انضم إليهم نادي الجزيرة طبعا، وبعدين دخل بعد كده المعادي والصيد، وابتدت بعد كده النوادي كلها تبقى حابة أن يبقى فيها ملاعب كروكي. وده كان في الستينات، اسف في الستينات بقى ابتدى يبقى في اتحاد. احمد حمروش الله يرحمه كان هو رئيس الاتحاد، وهو يعني حاول بقدر الامكان ان هو يوسع رقعه اللعبه. جه بعديه امير رمسيس نجيب، وده اللي خلانا نتعرض بقى ان احنا نطلع بره يعني. احمد حمروش ابتدى بطولات عالم في مصر 97، وفي 2000 ابتدينا بقى نتوجه ان احنا نطلع بره من 98 و2000. وامير كان بيعمل كده ان هو كان حتى ساعات كان بياخد ناس على نفقته مع الفريق علشان خاطر نبقى نتعرض للعب وللظروف بتاعت بره. فاول اتحاد كان في الستينات، ومن ساعتها بقى لغايه دلوقتي بيجوا ناس افاضل يبقوا رؤساء مجالس اداره الاتحاد. وقوانين اللعبه احنا عندنا 6 اهداف او اقواس، وبنلف عليهم بطريقه معينه يعني بسيكونس معين. والجيم بيبقى من 7، اللي بيجيب 7 لغايه 7-6، اللي بيجيب 7 بياخد الجيم. وفي ماتشات بتبقى 3 اشواط يعني 2-1، وفي 5 اشواط في النهائيات يعني 3-2. الفكره كلها في اللعبه ان ازرق واسود فريق واحمر واصفر فريق. ازرق واسود بيحاول يعدي من الاقواس ويمنع التانيين وهكذا، والتانيين بيحاولوا يمنعوه على اساس ان احنا بناخد مكان كويس، والتاني بيحاول يشيلني، لو معرفش يشيلني بعدي من القوس باخد نقطة بنتقل للقوس اللي بعده. ده بصورة سريعة. حلو جدا. طيب اللي جاي ايه بقى؟ مش فكرة بس بطولات يعني، حلمكم في تطوير اللعبة دي تحديدا ايه؟ نوصل لفين كمصر؟ والله يعني احنا لينا الريادة في مصر الحمد لله. احنا عندنا أبطال عالم كتير في اللعبة، وكل الدول العالم بتحاول ان هي تبقى على نفس الليفل بتاعنا في التنافس. نفسنا بقى يعني المفروض ان احنا اللي محتاجينه قوي الفتره الجايه ان احنا اللعبه تبقى اولمبيه، وده مش هيحصل غير لو حد من دول اسيا ابتدت تدخل في اللعبه وان هم ابتدوا يشاركوا، بس ان احنا نكمل الـ5 قارات وان احنا نبتدي
نخش كلعبة أولمبية. هو ده أكبر حلم بالنسبة لنا ككل لعبة كروكيه في العالم كله يعني، وإن شاء الله يعني نحاول نحقق ده بإذن الله، وتفضل الرياضة لنا كمصر يعني في دايما فوق يعني إن شاء الله. حلو جدا. في مصر إحنا محتاجين الإعلام. يعني نمرة واحد الإعلام، نمرة 15 الإعلام. إن إحنا نطلع النهاردة على الهواء دي ميزة كبيرة جدا. إحنا طبعا يعني بنشكر سيادتكم على إتاحة الفرصة، والفكرة هي كل ما اللعبة هتنتشر إعلاميا كل ما هتنتشر على أرض الواقع. وبعدين إحنا النهاردة زي برة بالظبط، إحنا بنبقى محتاجين رعاة، فالرعاة مش هيجوا إلا عن طريق اشتهار اللعبة أو شهرة اللعبة معنى أصح. فاللي إحنا محتاجينه الرعاية الإعلامية والاهتمام الاعلامي. بص طالما جيتوا معانا قناه الاهلي والله اسمع مني ان شاء الله هتبقوا في قنوات ثانيه كتير، بس اوعد حضراتكم برضو بحاجه، احنا ممكن جدا نبقى ان شاء الله ننسق كمان مع بعض تقرير خارجي بالزبط. ونيجي نصور كمان في الملاعب او غيره، ده يسعدنا جدا. ياريت. بنحب دايما نعمل ده. نورتونا حقيقي بجد، وكل التوفيق ليكم. ولو جيتوا بقى نادي السيد قولوا لي يعني ان شاء الله هعدلكم الشارع ان شاء الله باذن الله. دلوقتي هنطلع لفاصل ونستقبل في الفقرة الثانية الكابتن إسلام عادل نجم الأهلي السابق للحديث عن النادي الأهلي، الحديث عن وديتي المنتخب المصري أمام زامبيا والجزائر. نطلع فاصل ونستقبل ضيفنا في الفقرة الثانية.